اهلا بحضراتكم من جديد في الفقره الحواريه في برنامج الترند. والفقره الحواريه يوم الخميس فقره القضيه. في فقره القضيه اكيد بنتكلم على الفار. الفار يعني الامور التحكيميه، وفقره الفار معناها تصحيح الاخطاء او توضيح المفاهيم او كشف الاخبار والكواليس والتفاصيل المتعلقه بهذا الملف الهام جدا، اللي بالتاكيد ليه تاثير كبير جدا وبيشغل بال كل الراي العام، ايه اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره. لذلك النهارده في الفقره الحواريه بينورني اثنين من خبراء التحكيم والحكام الدوليين السابقين، كل واحد في مجاله بالتاكيد اشتغل في هذه اللجنه على حسب الاعمار السنيه او المراحل السنيه المختلفه في السنوات السابقه. في البدايه بالتاكيد برحب بالاول بالكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي والمحاضر الافريقي هنا على شاشه قناه الاهلي. كابتن ناصر منور الدنيا. تحياتي لك يا كابتن محمد وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالتاكيد في الفقره الحواريه النهارده بينورنا لاول مره وللحدث الاستثنائي في الفتره الاخيره نتيجه ما نراه في منظومه التحكيم، مهم جدا يكون معانا النهارده رئيس لجنه الحكام الاسبق والحكم الدولي واللي ليه فتره طويله جدا في لجنه الحكام من 2019 حتى 2024 للكابتن محمد فاروق. كابتن فاروق منور الدنيا، سعداء بوجودك النهارده على شاشه قناه الاهلي. أنا سعيد إن أنا موجود معاك إحدى الناس المحترمين في قناة محترمة بتحمل اسم كبير، اسم النادي الأهلي، فأنا سعيد إن أنا موجود. ويمكن كانت ناس كتير بتكلمني قبل الحلقة إن أنا ما أروحش قناة تتبع نادي، لا أنا ما عنديش أي مشكلة خالص، أنا أكون سعيد إن أنا موجود في هذه القناة المحترمة، أكون موجود في قناة الزمالك الإسماعيلي ما دام بتقول الحق فما عندكش مشكلة مع أي قناة. أكيد، ووجودك النهاردة معانا يا كابتن فاروق كمان محتاجين نتكلم في حاجات كتيرة كانت بتحصل والناس ممكن في تفاصيل مش واصله لها، فاكيد هنناقش النهارده موضوعات مهمه. والنهارده الحلقه الحمد لله باذن الله يعني مستمره معانا لفتره عشان نقدر نقفل الملف ده قبل ما نبدا من بكره عهد جديد مع لجنه جديده باستئناف مباريات الاسبوع الثالث للدوري العام. اسمح لي كابتن ناصر اخد بس مراجعه القرار وابدا الاول بالكابتن محمد فاروق رئيس لجنه الحكام الاسبق. كابتن فاروق، رئيس لجنه الحكام الاسبق في المعنى اللي خرج بيه الخبر، المقال ولا الذي تقدم باستقالته؟ لان اكيد هتودينا لتفاصيل ومفاهيم محتاجين نفهمها ونعرفها. لا بالنسبه لي تقدمت باستقالتي اكتر من مره، واخرها ويمكن نزلت الاستقاله بتاريخ 30/10 وقبلها اثنين استقاله برضو، لكن ما كانتش بالورق، كان نظري بكلام واترفضت، وفي الاخر قدمتها يوم 30 وكنت ناوي ان انا كانت القصه خلاص انتهت بالنسبه لي كمان، يعني حتى لو كنت موجود لبعض ايام لكن كان قرار نهائي ان انا ما كنتش هكون متواجد نهائي. ايه الاسباب؟ الاسباب كتير. منها يعني مثلا يعني خلينا نقول لما تيجي تديني رئيس لجنه الحكام لازم تديني حقوقي عشان اقدر اشتغل. يعني انا لما ما فيش لجنه ونتكلم في المره دي مره واثنين وثلاثه، وانا قلت ابسط حقوقي ان انا لجنه عشان اقدر اشتغل، اقدر ان انا يبقى معايا، لكن انا ما ينفعش اثنين ثلاثه موجودين في اللجنه، انا بحط الدوري الممتاز والمحترفين والممتاز به والقسم الثالث و2005 و2007، ده مش شغل تحكيم. وارجعت هذا الموضوع لما بعد السوبر عشان يجي وعملنا اجتماع فعلا بالفعل، وكنت متقدم بالاستقاله يوم 30 وعدوني الامور هتتصلح، لكن لقيت ما فيش امور زي ما هي، بل بالعكس الامور بتزيد للأسوأ. فطبعا كان قرار نهائي ان انا ما كنتش موجود، هم خدوا قرار بعد كده باقاله ولا بتاع ما يشغلنيش الكلام ده كله، لكن الراي العام يعرف وهم عارفين اصلا مين اشتغل ومين ما اشتغلش وعارفين ايه المشكله ومين سبب المشكله. مين سبب المشكله؟ طب هل استقالتك وقتها في التوقيت ده معناه ان انت كل المشاكل اللي حصلت بخلاف وجود عدد اعضاء اللجنه الموجودين امر خارج عنك انت؟ بمعنى كل المشاكل اللي حصلت معناه انك استقلت وخرجت من اللجنه، حتى فيما بعد صدر قرار بالاقاله وقالوا اقاله تشكيل اللجنه بالكامل، ده معناه ان انت لما استقلت يبقى كل اللي حصل بعدها خارج عنك؟ بنسبه كبيره، بدليل ان حتى يوم التحليل وبتاع ما كنتش موجود. يعني تحليل الاسبوع لا الأول. لا انا ما كنتش موجود خالص تماما، انا كنت مع استاذ جمال العلام وكنا بنتكلم في بعض الامور لان القصه برضو مش لجنه بس، يعني خلي بالك ان دايما لما تشتغل لازم توفر لي كل الادوات عشان تيجي تحاسبني، بدليل ان انت ما وفرت لي في الشهرين اللي انا اشتغلت ما بين مارك وبريرا، انا شهرين انجزت فيهم، مش رايي انا، ده راي معالي الوزير وراي كل الناس، في خلال شهرين اديت اداء كويس جدا لان انت كنت مديني الادوات ومديني الصلاحيات. لكن انا ابسط حقوق، ده انا رحت بطوله الامارات وانا مش معايا وانا ناقص حكم. يعني انا رحت بطوله الامارات وانا ناقص حكم اتشال، وقعدت اقول قال لك لا خلاص هم دول اللي هيسافروا لان المجلس ابو ظبي بيقول عدد ايه؟ مجلس ابو ظبي هيعدد عدد حكام هتلعب في البطوله. ورحت هناك واتحطيت قدام امر واقع ان انا هل اجيب حكم يلعب مباراه اخده مثلا ماتش الزمالك واديه ماتش الاهلي او العكس، وكنت لوحدي وتواصلت مع الاتحاد الاماراتي عشان يوفر لي حكم فار عشان اسم مصر وسمعه مصر، تحملت حاجات كتير جدا وضغوط كتير جدا. لكن للاسف اتعلمت درس
اللي انا احترمت ناس كتير اكتر من اللازم. طيب كابتن ناصر، الكلام اللي بتسمعه ده اكيد وانت كنت عضو سابق في لجنه الحكام، هل كان سيستم العمل داخل لجان الحكام كانت بتسير بنفس الاطار ده؟ تسمح الاول ارحب بمحمد. اتفضل. طبعا ارحب بك يا محمد وسعيد انك انت موجود النهارده. خليني بس اقول نقطه مهمه جدا في حق محمد، ان محمد اشتغل لكابتن محمد وعنده ايجابيات في شغله. يعني انا هتكلم في جزء خاص بدوري المحترفين اللي هو اعتقد هو وحمد القاضي طلعوا لنا 36 حكم صفاره قدروا داروا محترفين بدون اخطاء او اخطاء قليله، و44 حكم مساعد يحسب لمحمد فاروق وحمد القاضي ان هم عملوا يعني مجازفه والدوري نجح. دي نقطه ايجابيه خاصه بشغل محمد فاروق. هروح للقصه، محمد اتكلم على الامكانيات وما توفرتش. انا بختلف مع محمد في حاجه مهمه جدا، واحنا اتفقنا انا كرئيس لجنه حكام ان انا اتناقشت مع محمد اكتر من مره، محمد لو انت عندك طلبات من اتحاد الكره عشان يبقى شغلك ناجح من فضلك حط طلباتك، طلبات ما توفرتش قدم استقالتك وامشي. ده الصح يا كابتن محمد. تمام. بدليل يعني النهارده اتحاد الكره وفر كل اللي طلبه محمد فاروق للجنه الحاليه برئاسه الكابتن ياسر عبد، وده لغز. بالظبط. محمد فاروق طلب كل الكابتن، اول محمد فاروق معاه ثلاث اعضاء يا كابتن، طلب كمان ثلاث اعضاء زي ما هو بيقول. قالوا لا مش هيسمح، ما عندناش امكانيه ان احنا نعين حكام. طب عاوز معسكرات؟ ما فيش معسكرات. طب عاوز السيموليتر اشتغل بيه؟ ما فيش. محمد كان المفروض انت ساعتها تقدم استقالتك وتمشي وتخرج من الباب الكبير. ده رايي يا كابتن محمد باختصار. تمام. هل تعاملت بعاطفه ولا المشكله كانت فين في ظل انك بقالك خمس سنين في اللجنه وما بين فتره كلاتنبرج وبيريرا وبعد كده حصل دخول فرد جديد على اللجنه؟ هل المراحل دي شايفها مختلفه طبعا عن اخر اربع شهور؟ طبعا. ازاي بقى؟ طبعا مختلفه كتير جدا، لان انت اولا هرجع للبدايه برضو تشكيل لجنتك لازم انا اجيب الكابتن محمد اجيب الكابتن ناصر، يبقى في اصلا في كيمياء بيننا وبين بعض، في تفاهم، لكن اصلا ده ما اتحققش. وبعدين ده معسكرات، ده انا يعني الحمد لله علاقتي بالدكتور اشرف صبحي، عملت معسكرات في ابو قير وقدرت اعمل معسكرين الدوري الممتاز ده بعد ما جينا من الامارات بالعلاقات الشخصيه. ما فيش واحد فكر يكلمنا طب هتعملوا معسكرات ولا لا. يعني اللي وفر المعسكرات وزير الشباب والرياضه مش اتحاد الكره؟ الدكتور اشرف صبحي طبعا، وانا كلمته الراجل مشكورا كلم ابو قير ووفروا لنا المعسكرات. ومحدش سال. عايز اقول لك على حاجه، احنا كنا في الامارات الفندق بتاعنا وفندق مجلس اداره الاتحاد الموجودين فيه خمس دقائق بالظبط، مفيش حد فكر حتى يجي يطمن على الحكام، يجي يقول ايه يعني انتوا عاملين ايه؟ ما فريق الحكام ده زيه زي المنتخب. بالظبط. هو ابن شرعي لاتحاد الكوره، محدش جه سال خالص. انا لما قعدت ادور اجيب حد بتتصل بده وده محدش بيرد، وفي الاخر بعلاقاتي هناك اللي انا قدرت اجيب مساعد عشان يلعب. يعني كل ده وقبل وقبل في حاجات كتير جدا. يعني في حاجات كتير جدا، وفي الاخر النقد بيجي لنا احنا عملنا ايه اصلا. طب لما تم اضافه الكابتن ابراهيم نور الدين في لجنه الحكام، اتخذ رايك بما انك انت القائم باعمال رئيس اللجنه؟ لا ما اتخذش رايك. لا 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 لا، هو بريرا، مستر بريرا هو اضافه في اللجنه. يعني مستر بريرا قبل ما يمشي هو اضافه في اللجنه، اللي هو كان مستر بريرا موجود. فبالتالي من حقه ان هو يضيف، عايز سين عايز صاد يضيف، فهو الراجل ضافه في اللجنه عشان يقدر يشتغل بيه الموسم الجديد اللي هو يبدا بيه. وبالتالي بريرا مشي، فمشت الامور على نفس النهج. طيب مشت الامور على نفس النهج في الفتره دي يا كابتن ناصر، شفت عمل اللجنه مختلف عن اي لجان سابقه؟ اتكلم بصراحه. طبعا احنا جايين النهارده نتكلم بكل صراحه. انا شفت عمل اللجنه يعني مع احترامي ما كانش احسن حاجه يا كابتن محمد بالنسبه من احنا نشوفه في لجان بره، او كنا احنا حتى واحنا موجودين كنا بنشتغل شغله. زي ما قلنا احنا هنا من خلال البرنامج قلنا ان في امور ما كانتش ماشيه بشكل كويس، منها المعسكر التحضيري اللي تم في بدايه الموسم ما كانش يعني على احسن حاجه بالنسبه للحكام. انت بتتكلم في حكام نخبه، معسكر تقريبا هو يوم ونص، ما ينفعش يوم ونص، ما ينفعش. ما ينفعش النهارده عشان ادي ماده علميه وابتدي اشتغل مع الحكام في الفار وابتدي اصحح اخطاء واوحد قرارات، ما ينفعش يوم ونص يا كابتن محمد. دي كانت حاجه. الحاجه الثانيه بنتكلم على الزور الاعلامي، ودي كانت مشكله كبيره جدا جدا جدا، وكان لابد ان هي النهارده لجنه الحكام بيبقى ليها موقف مع الزور الاعلامي. مش حاجه اسمها حكم يطلع في الدنيا كلها في اي بطوله سواء مجمعه او غير مجمعه، ممنوع اي حكم يطلع ظهور اعلامي حتى لو هتطلع في بطوله، ممنوع. والكلام ده حصل قبل كده في بطولات وحصل ان في حكام اتوافق كتير. فعاوز اقول الفتره دي كانت فتره يعني ما كانش في تفاهم، وانا بقول بامانه بين محمد وبين ابراهيم في حاجات كتيره جدا جدا، واعتقد لو الاثنين كانوا على تفاهم وعلى راي واحد
كانت الامور مشيت بشكل جيد وكانوا ممكن تخطوا كل هذا كابتن محمد في الفتره اللي هي حصلت فيها دروب، انا بقول دروب، ونتج عن كده في الاخر خالص ان الجوله الاولى حصل فيها مشاكل تحكيمه كتير. لما يبقى كتير ثلاث انديه بيطلعوا بيانات في جوله اولى، وهرجع لمحمد لو قال انا ما رحتش للمعسكر التحليلي. هرجع للجزء ده بس انت فجرت جزئيه مهمه جدا، الظهور الاعلامي للحكام. بكل امانه كابتن فاروق، ظهور الحكام اثناء البطوله كان بمعرفتك ولا اتفاجئت زينا؟ شوف يا كابتن، بتكلم بمنتهى الامانه عشان انا ما عنديش حاجه اخبيها. تمام. انا في اليوم ده كنت قاعد الصبح في الفندق مع ابراهيم، وهو كان بيكلمني ان هو يطلع يتكلم ويشيد باداء الحكام. ما كانش عندي مشكله خالص. قبل البرنامج بساعتين انا ببص كده لقيت ان في حكمين طالعين. البوست بتاع على عندك يعني نازل على المواقع يعني. اتفاجئت. فكلم الكلام ده كله متسجل معايا على الواتساب يعني عشان تبقى عارف. لا مصدقينك طبعا. مصدقينك. بس انت رئيس لجنه، فوجئت ان الحكام طالعين من غير ما ياخدوا رايك. كلمته قلت له ايه اللي بيحصل ده؟ قال لي ما انا قلت لك واحنا قاعدين في الفندق تحت وانت وافقت. قلت له لا، انت قلت لي انا هطلع ما قلتيش الحكام. فانا دلوقتي هاخد قرار، وفعلا كنت هعمل كده. اللي انا همشي الحكمين ترجعهم القاهره. ارجعهم القاهره واستعين بحكمين من الامارات واكمل البطوله. ده خبر جديد اول مره يتقال. معلومه جديده. الكلام ده يعني اول مره اسمع الكلام ده. يعني كان الكابتن محمد فاروق رئيس اللجنه وقتها اخر من يعلم وكان زينا بظهور الحكام في القنوات الفضائيه في الامارات هناك، وكان هياخد قرار بعودتهم لمصر واستخدام او التعاون مع الاتحاد الاماراتي. وبعت للدكتور ايهاب الكومي باللي حصل وقلت له. يعني الاتحاد كمان بقى عنده علم. طبعا كلهم كان عندهم علم، لكن يمكن انا في اللحظات الاخيره حفاظا على اسم مصر اللي انا فعلا بحبه كتير جدا، قلت مش عايز اعمل مشكله برضو لينا. وكنت ناوي فعلا والله العظيم بمنتهى الامانه اللي انا فعلا هجيب حكمين من النهارده اكمل البطوله، لكن قلت هنكمل البطوله وربنا يكرمنا ووفقنا، ولما نرجع هنا يبقى في كلام تاني. كابتن نصر، رايك ايه في الخبر المفاجئ ده؟ هو مفاجئ بالنسبه لي على فكره، انا اول مره اعرفه. ولكن انا برضك هروح لنقطه مهمه جدا يا كابتن محمد. انا عندي الحكام دي حكام دوليين عندهم مسؤوليه، خلي بالك. تاني، حكم دولي عنده مسؤوليه وعنده تعليمات من الاتحاد الافريقي، ما بيطلعش في اي اعلام طالما في بطوله. يعني انا مش بعاتب على بس المسؤول اللي سمح، ولكن انا ايضا بعاتب على الحكام. وبسال سؤال، هل حكام دوليين عندنا في بطوله مجمعه تبع الاتحاد الافريقي اتحاد دولي حد يجرؤ يطلع في الاعلام ومعسكر شغال؟ زي ما قلت، لو حصل بيقول لك حاجه واحده بس، اتفضل خد شنطتك وروح. مفيش هزار. انما هنا في مسؤوليه تقع على الحكام الدوليين اللي هم طلعوا اثناء البطوله. كابتن، ده ملخص الكلام. كابتن امين عمر ادار النهائي لغايه اللحظه دي مفيش تصريح تلفزيوني واحد ليه. كابتن امين عمر اللي هو حكم النهائي واللي كان عريس التحكيم في بطوله السوبر المصري في الامارات لم يخرج ولم يصرح في اي قناه فضائيه او حتى عبر اي برنامج. سؤال مهم جدا، انت قلت حاجه مهمه جدا. هو امين عمر عارف كويس قوي ان هو ممنوع من ان هو يطلع في اي برنامج، لان هو بيشتغل تحت منظومه الاتحاد الافريقي، وعارف ان كل خطوه بيعملها امين عمر بحسابات، تمرين بحسابات، اكل بحسابات، كل حاجه بتعمل بحسابات يا كابتن محمد. وبالتالي عارف كويس قوي دوره ايه وايه واجباته ايه اللي هو المفروض يتعمل. عشان كده هو ما طلعش في الاعلام، لان هو عارف لو طلع في الاعلام بدون تعليمات من الكاف هيتوقف. طيب، خلال وجودك في الامارات يا كابتن فاروق، ما اتفاجئتش كمان ان الحالات التحكيميه بتتناقش وان محادثات الفار اللي حصلت في ماتش الزمالك وبيراميدز موجوده مع الكل؟ المشهد ده مش جديد عليك شويه؟ ما استغربتش، ما طالبتش بشيء مع اتحاد الكوره في الجزئيه دي؟ هو اتحاد الكوره كان فين اصلا؟ اتحاد الكوره كان فين اصلا؟ انا كل حاجه انا بقول لهم وببلغهم، مفيش اجابه على اي سؤال. مش اصحاب قرار مثلا؟ مش عايز اقول مش اصحاب قرار، لان الناس دي برضو انا يعني انا بحمل لهم كل تقدير واحترام، لكن بتكلم على المستوى الشخصي، على المستوى الاداري والشغل. كان لازم يكون في قرارات. يعني كان لازم يكون في قرارات، لكن انت بتبلغ وبتقول هم مفيش قرارات نهائي خالص. تمام. طيب، لما اللجنه الجديده جت برئاسه الكابتن ياسر عبد الرؤوف وعملت معسكرات وتم توفير كل الادوات ليها، حتى المعسكر لمده 8 ايام، كل فوق 4 ايام مش يوم ونص، ما استغربتش من ردود الافعال دي، من توفير الامكانيات دي؟ ده انا استغربت. وعايز اقول لك على حاجه كمان، يمكن انا كنت قبلها باسبوع مقدم للاستاذ جمال علام طلب بزياده البدلات للحكام في كل المراحل. تتخيل احنا وقفنا على بدل الحكم اللي بيحكم مباراه ب 200 جنيه عملناها 400 جنيه، كانت عامله مشكله كبيره جدا. ازاي نعملها ب 200 ل 400 جنيه؟ وقال والله العظيم انا بكلمك بمنتهى الامان. واترفض، او مش اترفض، قال لي هنناقشها في المجلس. طب ما ده
اول سبل التطوير هي البدلات بتاع الحكام، انك عشان تيجي تحاسب حكم لازم تديله حقه. فانا بتكلم من اول الدوري الممتاز، هو الراجل قال لك الدوري الممتاز ما عنديش مشكله، طب بقيه الناس الثانيه اللي بتلعب في المحترفين والممتاز به او الحكام الغلابه تاخد فلوسها منين؟ فانا كنت مقدم طلب اترفض او اتاجل لاجتماع مجلس اداره عشان يترفض. طب ادوات الفار اللي نزلت دلوقتي والعربيات اللي موجوده وانتم موجودين ما اشتغلتوش بالشكل ده ليه؟ ما الادوات موجوده هي كابتن فاروق. احنا كل ما كنا بنطلب طلب يا ما فيش امكانيات يا ماشي حاضر، الكلام ده كله يعني انا مش عايز اقول لك ودي كانت اسباب من اللي ضايقت بريرا قبل ما يمشي على المستوى الشخصي. بريرا كان بيطلب طلبات كانت بتترفض؟ اه طبعا اه طبعا. زي البدلات دي كان بيطلب، كان من ضمن الناس اللي كانت بتتكلم على البدلات، كان بيطلب توفير العربيات عشان تدريبات على الفار والكلام ده كله. طلب توفير سيارات الفار عشان تدريبات ما كانتش بتتوفر. اه طبعا اه طبعا. منتهى الامانه. اصل احنا هنتكلم هنضحك على الناس. طب ايه المبرر طيب؟ انا مش عارف والله المبرر لغايه دلوقتي ايه؟ يعني انا كل لا ما فيش في يعني انا حتى في الاول انا كنت براعي ان الاتحاد ده لما جه كان عنده ديون للفار وكان عنده ديون في 6 اكتوبر والكلام ده كله، وانا كنت مراعي الكلام ده كله. لكن لما الدنيا تمشي ما هو لازم برضو انت لازم تدور على حقوق الحكام، مش هقول حقوق لجنه الحكام، هو الحكام. اديني الادوات واديني الامكانيات وبعد كده تعالى حاسبني، لكن انت حاجب عني كل ده وانا واقف بتكلم او لجنه واقفين نتكلم لوحدنا. وللاسف الشديد برضو مع احترامي للاعلام، الاعلام برضو مش في الاخر هو بيهاجم اللجنه. طب انت بتهاجم اللجنه على اي اساس؟ ما انت انا ما عنديش معطيات اصلا اشتغل بيها، وواقفين وبنشتغل عشان بنحب التحكيم، عشان بنحب بلدنا، عشان بنحب اتحاد الكوره، كل ده. طب وفي الاخر احنا اللي حاسبنا على القصه، على الموضوع كله من الاول للاخر. الناس ما تعرفش ايه اللي كان بيدور. طب كابتن ناصر، انا تجد دلوقتي ان بريرا طلب سيارات الفار اللي نزلت دلوقتي للحكام ما كانتش بتتوفر، طلب معسكرات ما كانتش بتتنفذ، يبقى المشكله ان الخبير الاجنبي اللي كان بيشتغل ما كانش بتتوفر ليه الادوات عشان ينجح. ده برضه كلام اهو من قلب اللجنه، يعني الكلام ده احنا مش بنقوله من عندنا دلوقتي. بص كابتن، نقطتين اسئله عن محمد واحنا عارفين وقت برنامج. اولا محمد اتكلم فيه انا طلبت وما كانش حد بيستجيب لي، وقال حاجه مهمه جدا للاعلام كان مش معانا. لا يا كابتن محمد بعد اذنك، لا الاعلام كان معاك. واحنا من خلال ناصر ماشي ما تقص نفسك انت، انا بتكلم اقصد الاعلام مش انا ما قطعتش تسمح لي بقى اتكلم اتفضل عشان بحبك وانت بحبك ما انت عارف، بس انا عايز اصحح حاجه. بص يا كابتن، هي من خلال قناه الاهلي وانا مرارا وتكرارا قلنا ايه يا كابتن محمد؟ احنا مع محمد فاروق ويجب تدعيم محمد فاروق ويجب طلبات محمد فاروق تنفذ. وقفنا وقفه كويسه قوي 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 وهو يعرف الكلام دوت في بدايه الموسم. مظبوط، وانت كنت شاهد على الكلام ده، وانت كمان محمد انت طالبت كتير ان الناس توفر لمحمد فاروق. احنا كنا معاك يا محمد، دي جزئيه. انا مش بتكلم عليكم انتوا، هو ممكن بيتكلم على انا بتكلم على العامه يا جماعه. النقطه الثانيه مهمه عشان ما يحصلش لغط، انا النهارده محمد انت شلت الليله لوحدك، انت شلت الليله لوحدك ليه؟ انت طلبت حاجات كتيره البعض يمكن مش فاهمها. محمد دلوقتي بتفاجئ وانا اتفاجئت، وبريرا طلب ومفيش الحاجات دي ما توفرتش. انت بالاخر خلاص ما انت المسؤول المفترض عشان تنجح وتخرج من باب الكبير الحياة دي تحقق، ما تحققتش. انا النهارده انا بعتب عليك لانك انت سمحت ان الامور دي توافق عليها ومن غير مقبول. سؤال، لو يعيد بيك الزمن وترجع تاني رئيس لجنه الحكام، هتسمح بان الحاجات دي وطلباتك بنفس الظروف هتوافق ان تبقى موجود والامكانيات وادوات المساعده مش موجوده؟ لا طبعا، بس هقول لك على حاجه، في حاجات كانت بتخليني انا موجود. هقول لك ليه. انا كنت ماشي. بص يا كابتن محمد، انت بتتكلم على تطوير. أكيد. التطوير ده نتيجته ايه؟ نتيجته حكام، ولا احنا بنتكلم ازاي؟ طبعا. انا كنت ماشي برضه في مشروع ما حدش حاسس بيه. انا كنت واخد حكام المحترفين من البدايه، من ايام ما اشتغلت الشهرين اللي انا ورئيس لجنه حكام بدور على صف تاني وصف تالت للتحكيم المصري. انا مش هقعد طول العمر، لكن اللي يجي بعدي يلاقي صف. انا كنت ممكن بمنتهى السهوله العب بالسبعه الدوليين على 5 7 8 يبقى 15 حكم، العب بيهم الدوري الممتاز والمحترفين والممتاز به، ومش هجي ولو جات لي مشكله هقول لك انا بعت لك حكم دولي او حكم كبير. لكن انا دورت على مستقبل التحكيم، غامرت باسمي وتاريخي والنقد اللي انا خدته لما كنت بودي حكام بتلعب في محافظات الجماهير ماليه الملعب مفيش فار وبتنجح في الماتشات، وكانت ناس موجهه عشان توقع الحكام دي. ناس موجهه؟ اه طبعا اه طبعا. ناس كانت عايزه توقع التحكيم، ناس بتطلع في البرامج والبتاع تقول لك الدوري هيبوظ، الدوري مش عارف ايه، العبوا بالدوليين وده ينفع. خلاص، طب ما انا كنت ادور على مصلحتي، انا دورت على مصلحه التحكيم. انت شايف ان في ناس من منظومه التحكيم كانوا بيهاجموا اللجنه لاسباب شخصيه مش اسباب فنيه؟ مليون في الميه طبعا. مليون في الميه؟ مليون في الميه. ولما طلعت ب 36 حكم هم 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 نتاج اللي يقدر يلعب بعد كده بيهم، لان انت محتاج تجديد كل فتره ويبقى عندك صف ثاني وثالث.
وطلعت بيها واستحملت ما لا يستحمله بشر في خلال ساعتين. وكابتن ناصر يشهد على كلامي وعملت اسماء بدليل حتى باعتراف واحد من المنظومه المحترمه كابتن احمد شوبير. كابتن احمد في يوم من الايام قال لي مين الحكام دول؟ الناس دي طلعت يعني الراجل اشاد بيهم في الماتشات، ماتشات صعبه بقى فيها فرق كبيره واسماء كبيره. فده كان من ضمن مراحل التطوير اللي انا شغال فيها، اللي ما حدش بص لها خالص. لا الناس بصت، الاهلي كسب، الزمالك كسب، الاسماعيلي كسب، يبقى اللجنه حلوه ولا وحشه؟ احنا بندور لمستقبل التحكيم المصري، واللي انا عشته في خلال السنتين اللي فاتوا بعمل حكام تقدر تدير الدوري الممتاز، بنعمل حكام صغير. ده احنا عندنا كابتن احمد الجرحي وكابتن سعيد حكام عندها 20 سنه و21 سنه، اداره القسم الثالث والثاني اللي احنا كنا بنحكمه واحنا حكام دوليين لما تبقى في مشكله. هو ده كله مش نجاحات يا جماعه؟ ولا نجاحات ده العدد اللي قاله الكابتن ناصر بتصعيد وجود 36 حكم في دوري المحترفين. هو ده مش نجاحات محمد. انا في البدايه انا شكرتك على فكره، وتاكيدا لكلامك يعني لما كابتن شوبير طلع، وانا تابعت كابتن شوبير بامانه، طلع اشاد اشاده غير عاديه. كابتن شوبير طبعا ما بيطلعش يشيد الا لما يكون فيه فعلا ايجابيات موجوده. طلع اشاد بتجربه محمد، يمكن دخل معاك مداخله، وقال ان حكام محترفين النهارده حكام يشوفوا اول مره اجادوا يا كابتن محمد، ودي كانت دافع كويس قوي ليك، وده شغلك وتعمل بشكل كويس. طيب بقيت الكلام بقى يا كابتن، الثمانيه اللي انا اخترتهم من دول عشان انا اترجم اللي انا تعبت بيه ورحت لمجلس الاداره، انا عندي ثمانيه كمرحله اولى، لان عندي 36، ثمانيه دول محتاجين رخصه الفار، هم مش هيلعبوا في الدوري الممتاز غير لما يصفروا ياخدوا الرخصه. اقسم بالله العظيم ثلاثه لو قلت لك الموضوع اترفض. اترفض؟ اترفض. هي مين اللي كان بيتواصل معاك من اتحاد الكوره؟ استاذ جمال علام. هو بس لوحده؟ لا والباقيين برضه بتواصل معاهم، بس هو القرار في ايد استاذ جمال علام. يا جماعه طلبت، كلمت تامر دري، قلت له يا تامر انا محتاج معسكر هنا للثمان حكام دول عشان يلعبوا في الدوري الممتاز السنه دي، عشان الناس تحس احنا اشتغلنا ولا لا. ما انت خليتني فضلت اشتغل في منظومه لغايه ما طلعت الناس، وفي الاخر مفيش فار، وفي الاخر الناس ما طلعتش ولا شغلنا ظهر ولا اي حاجه خالص. فالقصه الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي. على فكره انا استريحت جدا، ويمكن انا والله العظيم، لان انا كنت شايل حمل لا ما فيش حد يقدر يشيله اصلا. طيب عموما لسه عندي ملفات تانية، ولسه عندي موضوعات تانية لسه هتكلم فيها مع الكابتن فاروق، واسمع تعليق للكابتن ناصر عباس، لكن اكيد لازم اخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل.